اول حاجه زي ما قلت لك موضوع الليسي، انا مش عينه النديم انك متجوزه اصلا بليز. الحاجه التانية، انا مفهمه ان الحاله اللي انت فيها دي نتيجه حادثه العربيه من بابا الله يرحمه، يعني القصه اللي بنقولها لكل الناس. ماشي، حبيبتي محتاج 250 ألف جنيه بكرة. ليه بقى إن شاء الله؟ هو قال لي يا مريم، أنت ما سمعتيش العيال أصحابي إمبارح هما بيتكلموا عن المشروع الجديد اللي هيعملوه؟ سمعتهم. طب وشفتي منظري كان بايخ إزاي لما قعدوا يقولوا لي هتدخل معانا ولا لأ؟ ما عرفتش أرد عليهم. وأنت هتجيب الفلوس منين؟ هو أنت حيلتك حاجة؟ مهمتي بقى لو تسلفيني ال 250 ألف جنيه وأردهم لك من الأرباح. أصلاً أنا مش معجبة بالمشروع ده. ليه مش عاجبك يا ماري؟ إيه اللي مش عاجبك فيه؟ إحنا في الأول هنجيب عربيتين بالقسط وبعد كده نشغلهم. بعد فترة يعني أبقى رئيس مجلس إدارة شركة بتأجر عربيات. يعني هي فرصة أنا أستقل عن أبويا وأنت تستقلي عن أبوكي. ولا أنت يعني عايز ابننا يجي يلاقي أبوه عاطل من غير شغل؟ ابننا؟ آه. أنا ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. طب ما تفكري في الموضوع ده. طب تعالي نفكر أنا وأنت في الموضوع ده سوا مع بعض. يخرب بيت كده. أكيد هما. أكيد. صراحة أنا ابتديت أتخنق منهم. والله وأنا اتخنقت منهم أنا كمان. طيب طيب. إيه يا جدعان في حد يخبط كده؟ إيه يا ميشو في حد يخبط؟ مريم فين؟ مريم إيه؟ ما هو ايه وايه وايه اللي هيجيب مريم هنا يعني يا عم؟ انت هتستهبط؟ عربية تهلك لبره، يعني ايه هنا؟ ها؟ يا عم اهدى بس، اهدى، مريم ايه اللي هجيبها هنا؟ انا ماليش علاقة بمريم. يا عم استنى بس. اوعى من الطريق. مش زي ما انت فاهم. أنا ما بعملش حاجة غلط. أنا ما بعملش حاجة غلط يا بابا. أنا وليس متجوزين عند المأذون. إحنا متجوزين، ما تقول له يا ليس إننا متجوزين. إحنا متجوزين والله العظيم ثلاثة، إحنا متجوزين عند المأذون. بابا تسمعني بابا.